نشرة الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم في أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. هذا أبرز العناوين. جامعة التعليم الأساسي ترفض تصريح رئيس الجمهورية وتؤكد مضيها في تنفيذ قرار حجب الأعداد. رئاسة الجمهورية تعلن عن جملة من القرارات لفائدة المهاجرين الأفارقة. وارتفاع نسبة التضخم إلى 10.4% في شهر فيفري. أهلا بكم في التفاصيل. عبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي عن رفضها لتصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن عملية حجب الأعداد، مؤكدة مضيها في تنفيذ قرار حجب أعداد الثلاثي الثاني عن الإدارة. وأفادت الجامعة في بيان لها أن المدرسين سيواصلون الدفاع عن مطالبهم بكل الوسائل، ومنها حجب أعداد الثلاثي الثاني عن الإدارة، مع إقرار حق التلميذ وولي أمره في الاطلاع على ورقة الاختبار ومعرفة أعداده. وكان قيس سعيد قال لدى لقائه بوزير التربية محمد علي البغدير يوم الجمعة الماضي إن عملية حجب أعداد التلاميذ التي تتم كل سنة تقريبا باتت أمرا غير مقبول، مضيفا أن هذا الوضع طال أكثر من اللزوم ولا يمكن أن يتواصل، وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته، لأن هذه الأجيال المتعاقبة لا يمكن أن تذهب ضحية لحسابات سياسية. واعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن تصريح الرئيس قيس سعيد جاء بنبرة تفوح منها رائحة التهديد وتأليب الرأي العام على المدرسين، مستهجنة ما وصفه للتلميذ بالرهينة في محاولة للإساءة إلى المدرسين معنويا والتحريض عليهم وفق بيان الجامعة. استغربت تونس من الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، معبرة عن رفضها هذا الاتهام للدولة التونسية، خاصة وأنها من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى مساندة كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في إفريقيا، حسب ما جاء في بلاغ نشر بالتزامن من قبل رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الشؤون الخارجية على صفحتها بموقع الفيسبوك. وأعلن في نفس البيان عن جملة من الإجراءات الخاصة بالمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، تضمن بالخصوص تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الأفريقية، وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في أجل مناسبة، والتمديد في وصل الإقامة من 3 أشهر إلى 6 أشهر، إضافة إلى وضع رقم أخضر على ذمة المقيم من مختلف الدول الإفريقية للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم. ارتفعت نسبة التضخم في تونس إلى مستوى 10.4% في شهر فيفري 2023 مقابل 10.2% خلال شهر جانفي 2023 وفق معطيات نشرها أمس الأحد المعهد الوطني للإحصاء. في أخبارنا الدولية، نشبت صدامات عنيفة أمس الأحد بين الشرطة اليونانية ومتظاهرين أمام البرلمان في العاصمة أثينا خلال تجمع احتجاجي بعد كارثة القطار في اليونان، فيما أودع مدير محطة لاريسا السجن الاحتياطي، وقد أودى هذا الحادث بحياة 57 شخصا مساء الثلاثاء، مثيرا موجة غضب دفعت رئيس الوزراء إلى طلب الصفح، فيما كان ممثلو نقابات سكك الحديد أطلقوا تحذيرا قبل 3 أسابيع قائلين لن ننتظر وقوع حادث لنرى المسؤولين يطلبون السماح. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. جامعة التعليم الأساسي ترفض تصريح رئيس الجمهورية وتؤكد مضيها في تنفيذ قرار حجب الأعداد. رئاسة الجمهورية تعلن عن جملة من القرارات لفائدة المهاجرين الأفارقة. وارتفاع نسبة التضخم إلى 10.4% في شهر فيفري المنقضي.
كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فهم. لكم أجمل تحية. سام حمدي في أمان الله.